أهلا بكم وإلى التفاصيل، حيث قالت مصادر أمنية مسؤولة إنه تم إخلاء أكثر من 580 منزلا وتدمير أكثر من 180 منزلا، منها من إجمالي نحو 850 منزلا يشملها قرار الإزالة في الشريط الحدودي بين مصر وغزة على مسافة 500 متر بالمنطقة العازلة، إضافة إلى صرف تعويضات بنحو 160 مليون جنيه حتى أمس لأصحاب المنازل التي جرى إخلاؤها، من إجمالي حجم الميزانية المخصصة للتعويض والمقدر بمليار جنيه. وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على ما يقرب من 50 نفقا أسفل المنازل التي جرى تدميرها، كما قالت أيضا إنه من المقرر الانتهاء من الإخلاء في غضون من 30 إلى 35 يوما، وبعد ذلك تجرى عملية رفع الأنقاض من المنطقة وإنشاء نقاط أمنية لقوات حرس الحدود والداخلية في هذه المنطقة.